الكاهنة ديهيا اشتهرت بلقب كاهنة البربر. هي قائدة بربرية خلفت الملك كاسيلا في حكم البربر وحكمت شمال إفريقيا لمدة 35 عاماً، وتشكل مملكتها اليوم جزءاً كبيراً من المغرب، وعاصمة ممتلكاتها كانت مدينة ماسكولا التي تعرف باسم خنجلة حالياً في جبال الأوراس في الجزائر حالياً، ويعتقد أنها كانت تتبع العقيدة اليهودية. ولدت ديهيا بنت تابنا عام 585، وهي قائدة عسكرية وملكة أمازيغية خلفت الملك أكسيل في حكم الأمازيغ، وضمت مملكتها الشاسعة الجزائر وتونس وليبيا. وللكاهنة أصول إسرائيلية، فهي تنتمي إلى قبيلة جيرا التي هي من عرق بني إسرائيل، وكانت هذه القبيلة في مصر ثم رحلت إلى ليبيا. وقد قدم الكهان اليهود إلى مصر في زمن حكم يوشع وتحت حكم الفرعون نيخو، حتى أن اسمها ديهيا ينتمي إلى أصول يهودية تعني يوداث. وقد كتب عنها المؤرخ الإسرائيلي سولشز كتاباً أطلق عليه جيوداث ذا بريستس، ويعتقد سولشز أن اسم ديهيا هو جوداث، كما قدم كتابه أول أوصاف في التاريخ لهذه الملكة، حيث قال عنها أنها امرأة جذابة وقوية، كانت جميلة كالحصان وشديدة البأس مثل أي مصارع، كما قارنها بجان دارك، وذلك أنها انخرطت في الحب حتى أنها تزوجت 3 مرات. وعن سبب تسميتها بالكاهنة، فيرى المؤرخ المسلم ابن خلدون أن السبب في اختيار الاسم لأن كان لها من الكهانة والمعرفة بغيبيات قومها ما جعلها الأجدر في تولي عرشهم، ولكن مؤرخين أجانب آخرين يرون أن العرب يريدون بخس حقها وانتصارها في معارك كثيرة عليهم باتهامها بالدجل والشعوذة والسحر. خلفت ديهيا الحكم عقب موت القائد كاسيلا على يد جيش المسلمين. عاد البربر إلى معتصم هذه الكاهنة من جبل أوراس، فطاردتهم ديهيا واتبعت آثارهم حتى أخرجتهم من كل تونس. كما خاضت ديهيا في أواخر القرن السادس الميلادي عدة حملات ومعارك ضد الرومان والعرب والبيزنطيين لاستعادة السيطرة على مملكتها، واشتهرت عند الحكام المسلمين بصفتها امرأة شجاعة يحترمونها، وأصبحت رمزاً من رموز الذكاء والتضحية الوطنية، كما ذكرها عدد من المؤرخين المسلمين، حيث قال عنها المؤرخ ابن عذاري المراكشي أن جميع من بإفريقيا من الرومان خائفون منها، وجميع الأمازيغ لها مطيعون، كما قال عنها ابن خلدون ديهيا هي فارسة الأمازيغ التي لم يأتي بمثلها زمان، كانت تركب حصاناً وتسعى بين القوم من الأوراس إلى طرابلس تحمل السلاح لتدافع عن أرض أجدادها. هزمت الرومان هزيمة شنيعة واستعادت السيطرة على مملكتها، وتمكنت من توحيد أهم القبائل البربرية حولها خلال زحف جيوش الفاتحين المسلمين، حيث استطاعت ديهيا أن تهزم جيش القائد حسان بن النعمان في عام 693، وطاردتهم خارج حدود تونس الحالية وطرابلس إلى منطقة سرت المعروفة اليوم. استقر حسان في برقة منتظراً المدد من الخليفة عبد الملك، ولكنها عندما سمعت بتقدم جيش حسان قامت بتحرير مدينة خنشلة من الاحتلال الروماني، وطردت منها الروم وهدمت جميع حصون المدينة حتى لا يحتمي بها جيش حسان، ثم جعلت مدينة خنشلة عاصمة مملكتها فيما بعد. وكان اللقاء بوادي مسكيانا، وانتهت الحرب بتراجع حسان، وبعدها تراجع أيضا إلى برقة، وسيطرت ديهيا على المغرب العربي كله لمدة 5 سنوات. ويذكر أنها أسرت 80 رجلا من رجال حسان بن النعمان، ولكنها أحسنت إليهم، وخاصة خالد بن يزيد الذي استحسنته وجعلته كأنه ابن لها، وقامت بالفعل بجمعه مع أولادها للأكل معا، حتى أعلنت في النهاية أنها لها 3 أبناء، أحدهما يوناني والآخر بربري وخالد العربي. وقد فعلت الكاهنة ذلك لأنه أثر موروث عن البربر أنهم يجمعون بين الإخوة من أصول متفرقة. بعد هزيمة حسان بن النعمان أجبره الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أن يقوم بتشكيل حملة جديدة على المناطق التي تسيطر عليها الكاهنة ديهيا، فكتب حسان بن النعمان إلى خالد بن يزيد يسأله عن أحواله، فرد خالد بن يزيد في رسالته أن البربر متفرقون ولا نظام لهم ولا رأي عندهم، ونصحه بالإغارة في حملة عليهم،
وبالفعل قام حسان بالرحيل وجنوده إلى جبال أوراس حيث كانت الكاهنة. وعندما علمت الكاهنة بخيانة خالد بن يزيد الأعرابية الذي تبنته وعملته كأحد أبنائها، حاولت تنفيذ استراتيجية الأرض المحروقة وقالت لشعبها: إن الأعراب لا يريدون من بلادنا إلا الذهب والفضة والمعدن، ونحن تكفينا منها المزارع والمراعي، فلا نرى لكم إلا خراب بلاد إفريقيا كلها حتى يأس منها الأعراب، فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر. ولهذا أوصت كل الشعب بأن يقوموا بقطع الشجر وهدم الحصون. وعندما وصل جيش المسلمين إليها، نشبت هناك معركة بينه وبين الكاهنة في منطقة طبرقة بالقرب من جبال الأوراس، انهزمت فيها الكاهنة دهية التي ذهبت ضحية الدفاع عن البلاد، واستراحت إفريقيا من عصفها وجورها بعد أن رفعتها إلى منازل الآلهة البشريين الذين عبدهم الناس لوقت طويل من الزمن. ومات دهية التي كانت عجوزاً بلغ عمرها 127 عاماً في عام 712 للميلاد، بعد أن كتب نهايتها خيانة الأعرابية الذي تبنته، وراحت دهية ضحية الدفاع عن أراضي أجدادها. صحيح أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكننا كمسلمين وعرب لا ننسى أبداً بسالة وشجاعة الملكة الأمازيغية دهية التي استماتت في الدفاع عن أرضها.